معاك مواطنة إلهام محمد ياغو. السكن كوبر، نحن الليلة 3 يوم الأطفال والنساء والرجال كلنا واقفين في الشارع بننقل موية، موية ما في أساسا كله كله. ومن ضمن منطقة كوبر منطقة أبراج الشرطة برضه ما عندنا ولا نقطة موية، نحن في الشارع بننقل في الموية، عندنا نيل جاري من الشمال للجنوب ما مستفيدين منه ولا حاجة، ولا في زول جاي راعي. الناس اتصلت وبيقولوا بعد 3 يوم حيصلحوا، ما شايفين احنا 3 يوم ونحن هندي المويه مدينا ناس البنك ده بارك الله فيهم، والمويه بتضعف وتجي وتغيف ونحن مقيلين. هسه دي الناس دي قاعده هنا في الشارع ده من الساعه صباحا دي الليله بيقعدوا لي ساعه 10، وتاني بكره بنجي نقعد نفس الحكايه عشان نواصل المويه نشربها. بس طبعا يا دحل البلد لينا اكثر من 3 يوم هنا في منطقه شنبات، شنبات الحله وشنبات الاراضي وتاني ما معروف لحد وين، لكن كل الناس بتعاني معاناه شديده جدا جدا، وما في اي مسؤول يتشرف يسال ولا الحاصل شنو ولا يعني، بالاضافه للمعاناه اللي بيعانوا منها الناس في الشوارع الكعبه والشوارع المكسره وعدم الصيانه والمحليه النايمه نايمه نوم اهل الكف، انه يعني ابسط شيء بيتقدم للناس المويه، واللي هي بالتاكيد ثمنها مدفوع، يعني الناس بتساهم بتدفع في الكهرباء وبتدفع في المويه لدرجه انه بيكون في قطع، يعني زول الما دفع والما مواصل في الدفع في الحاجات دي بيقطعوا منه المويه. هسه المويه قاطعه طبيعي، المسؤولين كلهم نايمين، ونحن ذاتنا ما معروف هسه المسؤول منه ذاته، لا معروف لا معروف محليه، لا معروف والي، لا معروف حكومه. يعني المشكله دي لمتين غايته الله يكون في عون البلد دي، دائما الحمد لله عندها ربها بس بيحميها، لكن مسؤول كده بخاف الله فيها ما اظن، وان شاء الله ربنا يكون في العون وكتر خيركم يا قناه البلد، والله دائما مواكبين، وكونوا انكم تصلوا حته زي دي ذات وتعرفوا معانا زي دي ما حاجه سهله، كتر خيركم وربنا يوفقكم ان شاء الله لما فيه مصلحه البلد. ساكن الضناك الشمال، نحن هسه هنا في شنبات الحلة. المعاناة دي ما بس موجودة في الحتة دي، موجودة في الضناك والمزاد والشعبية وكل الحتات. حقيقة شيء مؤسف جدا، لأنه الزول يضيع وقته في إنه يفتش له حبة موية عشان يشربها مش عشان يستحمى بها أو يعمل بها يعني بعض المهام في البيت. يعني الناس لا بتغسل لا بتستحمى لا بدأ. الحمد لله ده وضع سيء جدا، ما كنا متخيلين انه حنصل له، ولكن ان شاء الله هي كربة وحزول بإذن الله. محمد خوات ساكن شنبات بحري. الموية قاطعة عندنا من يوم الخميس وبنعاني شديدا هنا، 3 يوم ما عندنا موية. هو السبب شنو والحاصل شنو؟ يعني الموية حتصلنا متين؟ الموية قاطعة برهان. We'll be right back.
نحن والله هنا في شنبات معانين من المويه، انقطاع المويه، ما قادرين نشرب. رجعنا للعهد القديم زمان، قاعدين ننشل المويه من البير تحت، وما عارفين نحن نعمل شنو، المزول منو ولا الحاصل شنو، ما عارفين. الحكومه ما بتملك اي زول معلومه، فالرجاء من الاخوه المزولين يحلوا لنا مشكلتنا نحن هنا في شنبات. هنا مواطنين شنبات شمال مربع 8، بنعاني من انقطاع المويه لنا 3 يوم، ده من غير انقطاع الكهرباء بتنقطع. وهذا نحن رجعنا للعهد القديم، بنقلب المويه من البير. البير ده ذاته ما معروف مويه صحيه غير صحيه، ما معروفه مويه. هذين المواطنين كلهم واقفين عشان يشيلوا المويه، وما في مزول بيجي يقول لنا. المزول بيتكلم بيقول بتصلح خلال ساعات، وما بتصلح المويه. السلام عليكم. والله البير دي حفرناها قبل أظن سنتين وقافلينها وما استعملناها. هسه لما اضطرينا وناس الحلة عطشانين وما عندهم موية، فتحنا البير لناس الحلة عشان يشيلوا الموية منها. وهسه بشيلوا منها ليلة وثلاثة ولا أربعة يوم، البير دي يشطفوا منها. ما في قبل كده حاجة حصلت إنه بير مقفولة الناس بتنشل منها الموية تشرب. في ناس بيشربوا، في ناس بيغسلوا، في ناس بيستحموا، ما لاقين موية. موية يعني ما في اي ناس ما لاقين يستحموا ولا لاقين يغسلوا ولا لاقين يعملوا اي شيء. ومويه ما معروفه شنو، مويه بير هي ما مستعمله، لكن لو سنتين مقفول. اضطروا الناس فتحناه ليهم لانه عطشانين وما عندهم مويه يستحموا بها ولا يغسلوا بها، عشان كده فتحناه ليهم. وهسه شغاله ليل والنهار بالصف. لاقين المويه، لاقين المويه. أنا اسمي أحمد عمر، والمنطقة دي هي شنبات شنبات الحلة. عندنا أزمة شديدة في المويه من مدة أسبوع كامل. الزول اللي يمشي يشيل مرابي الحلة كلها. أنا أحمد محمد الحسن، شنبات الأراضي والحلة. عندنا بيت في شنبات الأراضي وعندنا بيت في شنبات الحلة. الموية ليها 5 يوم ما في ولا قطرة بتاعت موية، وبنشيل البراميل وحايمين عشان نقدر نلقى لنا حتة فيها موية. مرات مسافات طويلة جدا عشان نلقى لنا موية، ما معروف من بحر من ترعة من بتاع، وحالة صعبة شديد. وما عارف المسألة دي يعني سبب شنو، ولحد هسي ما وضحوا لنا الأسباب شنو. على الأقل صانوا كرامتنا بأنه دون اعتبار يوضحوا لنا الأسباب اللي خلت الموية 5 يوم ما تجشنو، لا في تلفزيون لا في الأسافير، لا أمشي لا تعال، ولا تفضل علينا مسؤول ورانا الحاصل شنو. ورى الناس اللي عندهم قيمة ديل أو ما عندهم قيمة يورون الحاصل شنو. الله المشتكى. We'll be right back.
خديجة حسن التوم من بتاع الشنبات، تعبانين تعب شديد في المويه، لي 4 يوم استحميت والشغل ما مشيت، دايرين نعرف الحاصل شنو يا اخواننا. نحن ما دعبنا وجنينا راكدين في العريشه، البيوت خليناهن. يا اخواننا ارحمونا شويه، ارحمونا، الله يرحمكم. مصطفى هاشم عبد الماجد خالد، الحي شنبات الحلة. والله بجد يعني بنعاني معاناة شديدة من أزمة المويه الحاصلة دي، نقل بالعربات ونقل بالكرعين والحمام، مشكلة زاد يعني الواحد مويه يشربها ما لاقي يعني. يا جماعة يا ربنا يصلح الحال يعني، وربنا يسهل أمور البلد، إن شاء الله فيها الخير تحصل يعني. خلاص حسن من شنبات الحلة، والله نحن معانين 4 يوم ورا بعض، نحن ما عندنا موية، نساهر، النوم مقطع، والله أطفالنا من عدم الموية وعدم الكهرباء وكله عنا بالبلا. حمدنا الله، قلنا العيزة دولينا، قلنا مالو نمشي، لكن الموية دي بنبقى برا، موية ما بنبقى برا، كهرباء ما بنبقى برا، دي كلها معاناة يعني حاصلة علينا، ونحن والله فترنا عديل كده، ونرجو من المسؤولين ديل يخشوا الأحياء دي يطوفوها ويشوفوها حي حي ويشوفوا الحاصل شنو. والله عانينا وأطفالنا عانوا معانا، نحن ما لاقينا الموية اللي بنشربها، ليه 4 يوم 5 يوم ورا بعض ما نلقى موية. معاك هندية حج حسن من شنبات، والله معانين من الموية دي معاناة شديدة، عندنا ناس عيانه وعندنا وكهرباء طالب طقطق، ونحن عندنا ناس مرضانين وناس عيانين ومويه، المويه دي قاطعه، نحن من 5 صباحا بنساهر ما قاعدين ننوم عشان نسك المويه، وين زمان المويه دي ما قاعد تقطع نهائي ما قاعد تقطع. نحن مما مسكت الحكومه دي والله معانين، قلنا العيش قلنا ما مشكله، قلنا الغاز قلنا ما مشكلة، لكن تبقى في الموية ده والله دي مشكلة كثيرة، والكهرباء كل يوم قاطعة، في ناس عيانة عندها انسولين عندها هناك كله بوز، ليه ده كله بقروش نحن ما قاعدين نلقى، وفي ناس ما شغالة، لا شغالين ولا ده ولا ده. نحن نشنبات ده معانين معاناة ما عارفينها، قص ما عارفينها الحكاية شنو ما عارفينها، والله الموية دي معانين منها معانا. نعد ان نوصل راينا للمسؤولين، مسؤولين ما في مسؤول بمرق عشان يراقب يشوف الحاصل شنو. وشكرا لكم يا ناس قناة البلد، شكرا لكم، انتوا حاسين بمعاناة الناس، لكن ما في زول حاسي بها نهائي. ليه بتعملوا كده؟ لا مويه لا غاز. والله نعاني من المويه والكهرباء واي حاجه، والعيش والسكر اي حاجه. الناس بدها مش تجيب الجرادل وتجي وتشيلها وتجيب الجرادل وتجيب المويه والكهرباء بتقطع كل يوم. والله يا ولدي عاد النصيحة ولا الكذب، النور عرفنا على الموية دي، كل شيء على الموية دي، لنا كم يوم إحنا ندفع في قروش وموية بلاقينا؟ ده كلام عادي يا أخواني، حرام عليهم، حرام.